صباح الخير البنات، صباح الخير عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، وديما ان شاء الله ناشطين. اليوم مع فيديو جديد. صراحة البارح فكرت ان ندير هذا الفيديو زعما باش نعطيكم الحماس. صراحة صبحت مشكيت عليكم شي شويه عيانه، وخا هكاك غادي ندير هذا الفيديو هذا ان شاء الله، وكل شيء غيدوز مزيان. كما كتعرفوا حنا العيالات اون جينيرال كيكون عيد، عواشر، رمضان، عيد كبير، مهم خصنا ضروري التخمال. هاد التخمال ديال العيد، هاد التخمال ديال العطله، هاد التخمال ديال رمضان، فهاديك بليا فينا ما يمكنش. بحكم ان دابا كاينه العطله 15 يوم، ما يمكنليش انني في العطله نخمل. غيكونوا بناتي بجوج، وانا بناتي فاش كيكونوا ما يمكنش نخمل، حيت بسلامتهم كيتحركوا كيبغيو يلعبوا، ما يمكنش تحبسيهم. فقلت من الاحسن هاد السيمانه اللي بقات للعطله هي اللي انا ندير فيها هذا الروتين ديال التخمال، كما كنقولوا حنا ديال رمضان. واخا هو مشيت رمضان، حيت من هنا لرمضان غنعاودو عاوتاني نخملو. ولكن بالنسبه للصالون ديالي ما غيتخملش، غير غيتخبطوا المخدات وداكشي. المهم غتشوفوا معايا شنو غادي ندير اليوم. اول حاجه اذكار الصباح ما تنساوهاش، الرقية الشرعيه ما تنساوهاش، سوره البقره طلقوها في الدار. وغنمشي عاد غنفطر، حيت يلا وصلنا البنات، نفطر ندير الغداء ونبدا الروتين وانتم معايا. واليوم راني دايره مع اختي جميله واحد المراه اللي غتجي غتعاون معايا، حيت بغيت نصب الملايات والزرابي. المهم اليوم عندي واحد الروينه، يلا نتوما دوزوها معايا. والصراحه بغيت نقول لكم بانني ان شاء الله دايره لكم الجديد 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 على رمضان. المشتريات ديال رمضان، واحد لا فيديو اللي غيكون ان شاء الله واعر الطوب ديال الجليبات، الاخر ما كاين في الجلالب، الموديلات، الالوان، غيكون ان شاء الله من التصميم ديال فاطمة الزهراء، وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله. بالنسبه عاوتاني خاصني سوبيرا، خاصني غنشارك معكم منين غناخذ داكشي، منين غيوصلني. المهم المشتريات ديال رمضان غنشاركهم معكم دقه دقه. وبالنسبه للشباكيه بغيت نديرها، ولكن خصني حتى تبقى لي واحد 5 ايام ولا 4 ايام من رمضان، حيت كتقصح شي شويه. يلا معايا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المهم البنات الصراحه مازال ما جاتش المراه، وقلت نبدا انا بالكوزينه، حيت الصراحه الكوزينه انا كنبغي نقضي فيها بوحدي. علاش؟ حيت كنبغي نعرف كل حاجه فين غنحطها داكشي، يعني ديما التخميل في الكوزينه انا كيعجبني نخملو بوحدي باش كنرتب كل حاجه مقاده. حتى البيوتا غنتعاون انا وياها، ولكن انايا على التصبيل باغا نصب الملايات، باغا نحيد عليا مش حاجه. المهم دابا غنخدم لا ماشين ونصب الغدا هما الاولين. هذا اول مره غنجرب هذا الغوز هذا البنات، مولفه كندير داك الموف ديالو. هاد المره قلت نجرب الغوز، صراحه الريحه ديالو غزاله. المهم البنات غنبدا بالنصيب، كما كنقول لكم انا ديما كنصب هو الاول، عاد كنبدا الشقه ديالي. درت القياس ديال الدجاج ديالي شحال بغيت، ودابا غادي نشلط عليهم هاد البصيله. المهم البنات كما كتشوفوا نصبت هو الاول. غادي ندير دابا نشعل على الكوكوط ديالي باش يتشحر ليا مزيان هذاك الدجاج. كما كتشوفوا يتشحر ليا مزيان الدجاج، غنزيد عليه شويه ديال الماء. واليوم بغيت ندير مريقه بالشيفلور وبالطيطه، غتجي يا سلام. المهم كما كنقول لكم ديما الغدا هو الاول عاد الميناج.
المهم البنات كما شفتوا انا باقا في الكوزينه باقا اختي جميله ما جاتش. الغديوه ديالي هي طابت، غنخليها في شي شويه توكح كنت باقي فيها شويه الماء. كما قلت لكم درت مريقه بالشيفلور طيبه الشكل جات خاطره. المهم دابا هكا واخا كيشدني الوقت مثلا في الشقه كنلقى براسي بانني مهنيه من الغدا. المهم غنخليه شي شويه هكا وغنكمل هاد البلاصه هادي كنمسح بجافيل وهذا نخفج الثلاجه ونجفف تحت منها. بالنسبه للماشين ما غاديش نديرها حيت غيزنزلني الضو حيت خدامه دابا وصافي. نمسح البوطه، ديجا البوطه انا عندي كل مره كنحكها، يعني ماشي مره حتى في التخمالات كنحكها، ديما فيما كيتوسخ بالزيت ولا هذا كنحكها. غندوز لها مسيحه وهانتوما معايا. نتمنى انكم ما تكونوا ما عييتوش، ديما بداو الشقه ديالكم بواحد الحماس. راه الشقه ضروري منه شكون يديرو لك، يعني الا ما درتيهش انت وما نطيش وما هادي راه كاني ديالك انت اللي غتعرفيهم. يعني انا بحال هادو المجوره هادشي كنبغي انا اللي نقادهم باش كنبقى عاقله على كل حاجه في الحقيصه. يلا معايا. المهم البنات راه جات اختي جميله، غنتعاونوا انا وياها. ما عنديش المانط بزاف، عندي غير جوج ديال بناتي وجوج ديالي انا واحمد صافي. والزريبيات غير ديال بيتي، الزرابي ديال البيوت الاخرين نقيين هذوك راه يتساسو. هادو شوفي كي كيوليو ديال الصالونجي ما كيخرجوش ليا في لاماشي. المهم البنات تقريبا سالينا وتسالينا. المهم سالينا دابا، باقي ليا غير حوايج نطويهم، عندي بزاف ديال الحوايج نطويهم. شنو باقي ليا؟ بالنسبه للملايات خصني نبقى نطلع كل مثلا ساعتين حيت كاينه الشمس، كل ساعتين نبقى نقلبهم اولا كل 3 سوايع نقلبهم.
في الليل نحاول انني نحيدهم، عاوتاني غدا ان شاء الله نشربهم. عندهم واحد يومين ينشفوا، هما الزرابي هادو ديال هاد البيت والزربيه ديال الحمام وصافي، هادشي اللي كاين. ما باقي ما صبناش حيت يلاه جداد باقي نقيين. يلاه تكملوا معايا الميناج. المهم البنات يلا ساليت الماعن ديال الغدا، غسلتهم، غسلت الماعنات ديال الغدا ومشات اختي جميله. كنبغي نقول لها شكرا الصراحه، تعاوننا، شكرا ليها بزاف. ودابا غادي نبقى هاد الكوزينه ديالي. ديجا الماعنات ما غنمسحهمش حيت صافي عييت، غنخليهم غير يتسقطرو حتى نمسحهم على خاطري. المهم البنات كما كتشوفوا الصراحه الهلي خطا لينا النقا، نقى شي حاجه، كلشي نقي. ريحه النقا كنشم ريحه النقا في البيوت. هنايا الزرابي ما كاينينش حيت هما اللي صبنات ليا جميله، راهم في السطح. هنا بيت البنات، لا بيت البنات مع الزربيه يلاه جديده ما تصبناتش حيت باقا نقيه، غير ساستها ليا مزيان وصافي. كتحسي بالنقاء، الدنيا نقيه. فوتويا البنات مازال ما درت ليهش الغطا ديالو، خليته هكا حيت الغطا ديالو تصبن. الزربيه ديالو حتى هي تساست، تحيد الفوتويا وتجفف تحت منه حيت انا ماشي كنخويو الماء، يعني ماشي كنسيقو حيت ما عنديش المجرى البنات راكم عارفين. مهم وهنايا الصالون، شوفوا هنايا واحد الجبل ديال الحوايج وباقي شي ثلاثه الجبال في السطح. تنجمع الجبال كاملين ونطويهم في مره، ما كاين لاش نطوي هاد شويه وعاوتاني زيد شويه. وهنا الصالون البنات كما كتشوفوا حتى هو تنفض، حتى هو تساسو المخاد وتمسحات الغبره ديال الدار كامله. عرفتي واحد الريحه ما نقولش لكم ديال النقا رائعه. كنبغي نحمسكم باش تنوضوا حتى نتوما تقضيو الشغال. نوضي اختي نوضي خملي. سلمى كي جاتك التدويشه؟ زوينه زوينه بصحتكم وراحتكم. دوش لهم واحد التدويشه غزاله، شوفوا من لو كاين يا خارجي كتعاند مع سلمى. يلا باش تنوضوا تنعسوا. المهم البنات من بعد ما ساليت خليتكم قبيله، عشيت بنياتي، دخلت دوشت وتهما دخلتهم معايا، دوشت ليهم بجوج، نشفت ليهم شعرهم، نعسو داكشي. بزاف ديال البنات كيقولوا لي اسماء علاش ما كنشوفوش في لي روتين ديالك بحكم انك كتبارطاجي معنا النهار كامل، علاش ما كتبارطاجيش معنا الصلاه ديالك؟ كنبغي نقول لكم كنصلي، بعد المرات كنجمعها، الله يسمح لي ديما كنقولها لكم. بحال اليوم صليت الظهر، من الظهر ما صليتش العصر والمغرب ودابا يلاه ودن العشاء، فصليتهم بثلاثه. كنبغي زعما نقول لاي بنت كتلقى راسها انها كتجمعها، واخا هكاك صلي، ماشي تقولي صافي تجمع ليا العصر والمغرب صافي بلا ما نصلي، صافي حتى الغدا وكتلقى راسك ان غدا ما كتصليش. نوضي وقولي واخا تجمعات عليا ربي غيسمح ليا غنصلي. اليوم غتجمع عليك العصر والمغرب والعشاء، غدا غيتجمع عليك غير المغرب والعشاء، بعدو غتولي تصلي صلاتك في الوقت ان شاء الله باذن الله. يعني واخا تلقاي راسك انك كتجمعيها صليها، يعني بحال انا دابا بعد المرات كنلقى راسي جمعتها
وكنجي في الليل عاد كنصليها، ولكن واخا هكاك ما كنعكش في الليل، كنقول خصني نصلي صلاتي. كنتمنى انني نصليها في الوقت، الحمد لله دابا مده وانا شاداها، حيت فايسه قلت لكم راني كنصلي مقطع وكنصلي مقطع، وفيما كنصلي كنقول يا ربي تهديني على صلاتي انني نبقى نصليها في الوقت، وكنعاود عاوتاني نقطعها. ولكن دابا مده وانا كنصلي الحمد لله. الصلاه مهمه، بحال دابا صليت واحد جوج ديال الركعات اللي هما انا كنعتبرهم ديما فاش كتكون عندي شي حاجه ولا داخله على شي حاجه جديده في حياتي، فكنصلي وكنطلب الله انه يدير لي فيها شي خير. ودابا عندي واحد الحاجه ان شاء الله اللي بلا ما نقولها لكم، ان شاء الله الا كتبوا ربي سهل فيها غنبارطاجيها معكم. ما سهلش الله فالخير فيما اختاره الله ماشي مشكل. وصافي هادشي اللي نقول لكم، الصلاه مهمه بزاف، كتقربي من الله، كتشكي لله. واخا ساليت كلشي والصراحه عييت فاش كندوش كينزل عليا واحد صافي كنبغي نترخان نعس، ولكن عندي كنشوف بان عندي تقريبا بوتيك ديال الحوايج خصني نطويهم، ما كاينش لا غيطويهم ليا، الا بقاو هكا غيتكمشوا ليا وبنياتي غيلبسوا حويجات مكيمشين. دونك دابا ضروري غادي نطويهم وهانتوما معايا. المهم البنات كما شفتوا ساليت دابا الطويان، كل حاجه غنردها لبلاصتها، كل حاجه غادي نحطها في المريو ديال كل واحد بلاكار ديالو. كنتمنى ان هاد لا فيديو يكون عجبكم، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. كنبغيكم بزاف، تهلاو في ريوسكم بزاف، الله يخطيكم عليا مع فيديو جاي ان شاء الله. تصبحوا على خير، باي باي.